أطلقت وزارة التربية والتعليم نتائج متميزة في تطبيق التقنيات التعليمية الرقمية في الميدان التربوي، ومن أبرزها تقنية المختبرات الافتراضية التي أسهمت منذ تدشينها في العام الدراسي 2013/14 في إضافة المزيد من التشويق والإبداع والابتكار على عملية تعليم وتعلم مادتي العلوم والرياضيات. في إطار الاحتفاء بجهود المدارس في مجال تطبيق التقنيات التعليمية الرقمية، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة المعرض الخاص بمسابقة المختبرات الافتراضية مع نبتكر، والتي نظمتها مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات بمشاركة 14 مدرسة ثانوية، حيث اطلع على ما نفذه الطلبة المشاركون من تجارب علمية افتراضية متصلة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، إضافة إلى الدروس التفاعلية لمادة الرياضيات. يشرفنا اليوم تكون مسابقتنا مع نبتكر في المختبرات الافتراضية التي تكون تحت رعاية سعادة الوزير ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. المسابقة جت فكرتها من خلال توجهات الوزارة في المختبرات الافتراضية وتطبيقها على في الدروس للطالبات. المسابقة هي تشمل عبارة عن 4 أنواع من المسابقات، اللي هي للمواد الأساسية اللي هي كروكودايل الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات. هذه المسابقة يتم فيها تطبيق التجارب اللي لا يمكن للطالب أن يطبقها في الواقع، ويقوم بتنفيذها عن طريق تمكين أو أدوات التمكين الرقمي. أثرها على الطالب أن الطالب يشوف التجارب اللي لا يمكن أن يطبقها في الكتاب في صورة واقع، يشوفها من خلال أدوات التمكين الرقمي. وبهذه المناسبة أشاد الوزير بجهود الطلبة في تفعيل استخدام هذه التقنية الرقمية الحديثة التي تمثل إضافة نوعية لاستراتيجيات التعليم والتعلم من خلال ما توفره من إمكانات لإجراء كل أنواع التجارب العلمية بصورة افتراضية رقمية آمنة وبأسلوب سهل ومرن وممتع، فضلا عن دورها في تعزيز دروس الرياضيات كالهندسة والجبر بالعروض التفاعلية والأشكال ثلاثية الأبعاد. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى عبر تطبيق هذه التقنية إلى تحقيق أهداف مشروع التمكين الرقمي في التعليم، سيما استثمار القدرات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق كفايات مختلف المواد الدراسية وتكوين ثقافة التعليم الإلكتروني بالمدارس وتزويد الطلبة بالقيم والمهارات الضرورية لمجتمع المعلومات والاقتصاد المعرفي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لمسيرة التعليم في مملكة البحرين، مؤكداً أن قصص النجاح العديدة للطلبة والمعلمين في تعزيز دمج التقنية الرقمية في التعليم هي الحافز الأكبر للوزارة على بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعليم الإلكتروني في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية، وتشجيع الانتقال من مرحلة استهلاك المحتوى التعليمي الرقمي إلى الإبداع والابتكار في إنتاجه. شاركت في مسابقة معنا ابتكر في المختبرات الافتراضية، كنا مشاركين تخصص فيزياء مع برنامج فيزيكس كوكودايل. شاركنا قدمنا أكثر من درس تخصص في الفيزياء، حققنا المركز الأول. طبعا احنا اشتركنا في مسابقة المختبرات الافتراضية في أوتوغراف الرياضيات. طبعا برنامج أوتوغراف الرياضيات برنامج وايد مفيد خصوصا حق الطلبة والمعلمين، لأن من مميزات انه هو سهولة، يعني احنا نقدر البرمجة الخطية اذا تعرفين ان هي متباينات نقدر احنا نسويها في 3 دقائق، بينما الطالب اذا بسويها بالحل اليدوي تاخذ منه تقريبا 20 دقيقة، فهاي في روعة حق التصميم وجودة وسهل، يعني جدا جدا سهل، تقدر تتعلم اي شخص يقدر يتعلم ذا الشيء، وانه هو يعني يقيس مدى اتقان الطالب حق هاي المهارات وينمي تفكيره الابداعي. اشتركت في المسابقات مع نبتكر مع الاستاذه منى منصور، فزنا بالمركز الاول. استخدمنا برنامج اليوريكا ان، شرحنا على فيديو عن النسيج الدهني. كان برنامج اليوريكا ان يوفر لنا عده اشياء، يوفر فيديو ونصوص، يوفر حتى 3D، 3D يوصل المعلومه للطلبه اسرع من الشرح في الكتاب او الباوربوينت، فوايد استفدنا منه. عقب استخدمنا برنامج الاير بازل. الاير بازل خذينا فيديو، قصينا الفيديو، يعني خذينا الجزء اللي احنا نحتاجه من المنهج المقرر علينا، وحطينا صوتنا عليه بحيث انه توصل المعلومه اسرع حق الطلبه عشان يكون تواصل
بصري وسمعي في نفس الوقت. وبالنسبة حق نتأكد عشان الطالبات هل وصلت لهم المعلومة بشكل صحيح أو لا، استخدمنا برنامج الفورم أوفيس، سوينا استبيان طرشناه حق الطلبة على هيئة لينك وكيو آر كود، وكل طالبة تحل هاي الأسئلة يوصلنا حلها ودرجتها وبالاسم. الجدير بالذكر أن الوزارة وفي ضوء النتائج الإيجابية لتطبيق المختبرات الافتراضية قامت بالتوسع في تطبيقها تدريجياً لتشمل في العام الدراسي الماضي المدارس بمختلف مراحلها التعليمية.